أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم غرفة العمليات. النهاردة حلقة جديدة وبرنامجكم غرفة العمليات هنتكلم عن محافظة من محافظات الجمهورية وقطاع الأمن وقطاع الاستقرار الأمني وما بها من استقرار وهدوء تام حتى يقدر المواطن على أن يكافح ويعيش لكسب قوت يومه. النهاردة هيكون معانا إنجاز جديد من إنجازات وزارة الداخلية وأبرز القيادات داخل مديرية أمن البحيرة. من كم يوم صدرت الأخبار وتعالت الأخبار والبيانات الصحفية بوجود والعثور على جثة شخص داخل منزله بمدينة دمنهور البحيرة، وطبعا الخبر ده كان من ضمن أخبار المواقع الإخبارية. وطبعا لما جينا نبحث عن بعض الإنجازات داخل محافظة البحيرة ومديرية أمن البحيرة، وجدنا أن خلال الفترة الماضية من ضمن ما تم بمديرية أمن البحيرة وأمن البحيرة كان السيد اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة أصدر ببعض الحملات الأمنية، ومنها تحرير 96 محضر للمخابز وغلق مخبز لمدة شهر بكوم حمادة. طبعا النهاردة دول خبرين مهمين عايزين نتكلم فيهم ونسرد ما تم وما سيتم في قطاع أمن البحيرة. قطاع أمن البحيرة بيشمل العديد من المراكز الشرطية داخل المحافظة، منه عدة مراكز، والنهاردة هيكون برضو معانا في خلال الحلقة حركة التنقلات لضباط الشرطة داخل مديرية أمن البحيرة التي هي تعتبر كيان المديرية من ضباط الشرطة لباس الدماء الجديدة والتنقلات لترقية الضباط داخل مديرية الأمن. النهاردة هيكون برضو معانا سيرة ذاتية لمعظم قيادات مديرية أمن البحيرة اللي هم أساسا يعتبروا قدوة وقيمة وقامة لابد أن يحتذي حذوهم ضباط الشرطة داخل مديرية أمن البحيرة وداخل وزارة الداخلية. هنتكلم عنهم وسنتحدث ليس للتميز فقط، سنتحدث عنهم حتى يأخذوا قدرهم الذي هم يعملون به من كفاح وجد واجتهاد وتفاني. طبعا لما هنتكلم عن السيرة الذاتية لبعض ضباط وقيادات الشرطة داخل مديرية أمن البحيرة هنتكلم عن إنجازات معينة وأسماء معينة لتكون هم الأمل لشباب وضباط الشرطة داخل مديرية الأمن. النهاردة هنبدأ بأول خبر معانا، العثور على جثة شخص داخل منزل بمدينة دمنهور بالبحيرة. شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة العثور على جثة شخص داخل منزله في حالة تحلل تام. كان اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين العثور على عدد من الأهالي تبين العثور من عدد من الأهالي على جثة عامل أثر انبعاث روائح كريهة داخل منزله بمنطقة الرحباية بمدينة دمنهور بمنطقة الرحباية بمدينة دمنهور. كما تبين أن الجثة لعامل يدعى فؤاد، وأن الجثة في حالة تحلل بعد الوفاة بعدة أيام، وتم نقل الجثة المتوفي إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لأحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق. ومن ضمن ما تم خلال إنجازات مديرية أمن البحيرة أنه تم تحرير 96 محضر للمخابز وغلق مخبز لمدة شهر بكوم حمادة. شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع مديرية التموين وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية. وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة اختارا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية حملة تموينية بناحية كوم حمادة. وأسفرت الحملة عن تحرير 96 محضر متنوع في مجال المخابز على النحو التالي: ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام للرغيف الواحد، وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين، وثلاث مخابز تصرفوا في كمية من الدقيق البلدي قدرها 16 شكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.
كما تمكنت الحملة من ضبط 38 مخبزا أنتجوا خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، وسبع مخابز أنتجوا خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، وأربعة توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري وجاري مراجعة وجود مبيعات وهمية لهم من عدمه، 23 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وعشرين محضر لعدم نظافة أدوات العجين كانت تصرف بدون بون صرف للمواطنين. ومن هنا اللي عايزين نقول إن النهاردة لما يكون في عندنا حركة تنقلات، وحركة التنقلات بمعنى أن قيادات تذهب عن مناصبها وتذهب إلى مناصب أخرى، فبالتالي من الطبيعي أن يحدث عدم اتزان بسيط، لكن داخل مديرية أمن البحيرة لم نجد عدم الاتزان، بل وجدنا حملات أمنية وشن حملات أمنية، تحرير محاضر للمخالفين، حماية السلع التموينية وحماية المواطن من حكر أو استغلال أصحاب النفوس الضعيفة من أهل المخابز، مثل تحرير 96 محضرا للمخابز وغلق مخبز لمدة شهر بكوم حمادة. النهاردة لما يبقى عندنا إن شاء الله هيبقى في حل للغز العثور على جثة شخص داخل منزله بمدينة دمنهور بالبحيرة خلال يوم من حركة التنقلات، وده طبعا إن أعطى دليل يعطي دليل على إن هذه القيادات ذات كفاءة وذات سمعة طيبة، ونتعشم فيهم المزيد والمزيد من حل ألغاز البحث والحصول على حلول جذرية لترسيخ مبدأ الأمن داخل مديرية أمن البحيرة. لو جينا نتكلم النهاردة برضو هنتكلم عن حركة الداخلية داخل مديرية أمن البحيرة. حركة الداخلية داخل مديرية أمن البحيرة التي صدرت خلال أيام كان بطلها الأول والأخير وهو اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، أصدر حركة تنقلات الداخلية لرؤساء البحث الجنائي بمراكز الشرطة وفروع البحث على مستوى المديرية للعام الجديد، وشملت حركة التنقلات الجديدة والتي أشرف عليها العميد أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، تعيين العميد حازم خيري عبادة وكيلا للمباحث المديرية، والعميد أحمد سمير رئيسا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والعقيد أحمد يسري الشرقاوي وكيلا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار، والمقدم عبده خطاب مفتش فرع البحث الجنائي بمركز إيتاي البارود وشبرا خيط، والعقيد أحمد عوف رئيسا لقسم التحريات بالمديرية، والعقيد محمد أكرم مرير رئيسا لمباحث المخدرات، والعقيد محمد الشاذلي رئيسا لفرع البحث الجنائي بمركز بدر. كما تضمنت الحركة الجديدة تعيين قيادات أخرى ومنها المقدم محمد عبد الله عوض رئيسا لمباحث المرور، والمقدم علي شاكر رئيسا لمباحث مركز شرطة الدلنجات، والمقدم أحمد حمدي رئيسا لمباحث إيتاي البارود، والمقدم محمود يونس رئيسا لمباحث مركز شرطة دمنهور، والمقدم كريم الخولي رئيسا لمباحث مركز شرطة كوم حمادة، والمقدم ماجد الحبشي رئيسا لمباحث قسم شرطة دمنهور، والمقدم محمد الديب رئيسا لمباحث مركز شرطة وادي النطرون، والمقدم محمد عرفات رئيسا لمباحث قوات أمن البحيرة، والرائد محمد صبرة رئيسا لمباحث أبو حمص، والرائد محمد عطلة رئيسا لمباحث مركز شرطة الرحمانية، والمقدم عمرو أبو يونس رئيسا لمباحث مركز شرطة حوش عيسى، والمقدم كريم الشونة رئيسا لمباحث رشيد، والمقدم أحمد المسيري رئيسا لمباحث مركز شرطة أبو المطامير، المقدم أحمد عبد العال رئيسا لمباحث مركز شرطة كفر الدوار، والمقدم محمد سلامة رئيسا لمباحث مركز شرطة إدكو، والرائد محمد حامد رئيسا لمباحث المرافق، والمقدم محمد عوض زايد مباحث الأحداث، والرائد أحمد البنا رئيسا لمباحث السيارات، والرائد محمد ترابيس رئيس مباحث شبرخيط، والرائد عبد الرحمن عمرو معاون أول مباحث مركز شرطة كوم حمادة، والنقيب إسلام شلش معاون مباحث مركز دمنهور. وكذلك تضمنت الحركة تعيينات أخرى مهمة لقيادات مهمة، قيادات ذات شرف وذات عزة أن نقول عنهم أبناء مصر أبناء الوطن داخل مديرية أمن البحيرة، قيادات فعلا تشرف الداخلية.
قيادات فعلا تشرف مديرية أمن البحيرة. تعيين العميد يحيى الأنصاري أبو غزالة مأمور مركز شرطة الرحمانية، والعميد عمرو هندي مأمور مركز شرطة دمنهور، والعميد محمد فرحات مأمور مركز شرطة شبراخيط، والعميد مصطفى السعدني مأمور مركز الدلنجات، والعقيد حاتم السمري مأمور مركز كوم حمادة، والمقدم فرحات متولي مأمور مركز شرطة كفر الدوار، والعميد محمد بسيوني مأمور مركز شرطة إيتاي البارود. وإذا تحدثنا عن حركة التنقلات لضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة، لا يجب أن ننسى أو نتناسى دور قيادات شرطية من ضباط الشرطة تركوا بصمة سابقة خلال العام الماضي داخل مديرية أمن البحيرة. وهذا الحديث ليس حديثي، هذا حديث المواطن داخل محافظة البحيرة. معظم الشخصيات القيادية من ضباط الشرطة مما يتركونه من بصمات داخل أماكنهم يعشقهم المواطن، وعندما يعشقهم المواطن يتغنى بأسمائهم داخل شوارع المركز أو المدينة التي يشملهم قسم الشرطة. ومن ضمن أسماء القيادات التي يعشقها المواطن داخل مديرية البحيرة، مديرية أمن البحيرة، المقدم محمد عوض زايد. المقدم محمد عوض زايد رجل صاحب بصمات داخل مديرية أمن البحيرة ومراكز الشرطة التي عمل بها. المقدم محمد عوض زايد حاليا في حركة التنقلات يشغل مباحث الأحداث. ندخل على المقدم محمد الديب رئيس مباحث شرطة وادي النطرون. هذا الرجل ذاع صيته بين المواطنين وبين الأشخاص. إذا حدث كذا تواصل مع المقدم محمد الديب، سيتم حل المشكلة. إذا حدث حادث تواصل مع المقدم محمد الديب، سيتم الحل وإعادة الحقوق. من مميزات رجل الأمن أن يثق فيه المواطن، وعندما يكون رجل الأمن قائد متميز، منصف للحق ومنصف للعدل وذو رأي سديد، يكون المواطن أهم أولوياته هو قائد الشرطة. يعتبر ملاذا للمواطن، يعتبر ملاذا للضعفاء. وعندما يتحدث الشارع أو المواطن عن أسماء فبهذا يكون الحب ثم الانتماء ثم التضحية. وإذا تحدثنا بعد المقدم محمد عوض زايد والمقدم محمد الديب من أسماء زاع صيتها داخل محافظة البحيرة كرأي مواطنين، جاء أيضا المقدم أحمد المسيري. المقدم أحمد المسيري صاحب بصمات أمنية وصاحب بصمات داخل ملفات قضايا عديدة حل ألغاز، وهو صغير السن، وهي من ضمن مميزات القائد المتميز وضمن مميزات ضابط الشرطة المتميز أن يعشقه المواطن صاحب الحقوق، وأن يعشقه المواطن الضعيف الذي لا يكون سبب في أي جريمة، وهو ملاذ للضعفاء وملاذ لأصحاب الحقوق. ونأتي وليس آخرا أفاضل قيادات وزارة الداخلية. عندما نتحدث عن قيادات وزارة الداخلية وعندما نذكر محافظة البحيرة لا يجب أن لا نذكر السيد اللواء محمد عمار. السيد اللواء محمد عمار صدر له مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا. معالي وزير الداخلية أصدر في الحركة الأخيرة 2023 تعيين اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا. اللواء محمد عمار قيادة من ضمن أبرز القيادات بوزارة الداخلية. اللواء محمد عمار شغل منصب مفتش مباحث مدير أمن البحيرة ورئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار وكفر الشيخ، كما عين مساعدا
لمدير أمن البحيرة، وعين أيضا مديرا لأمن الغربية. ثم في عام 2023 الحالي عين بمنصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا. معظم المناطق أو المدن أو المحافظات التي عمل فيها اللواء محمد عمار تجد اسمه يتردد على لسان المواطن، وعندما يتردد على لسان المواطن معنى هذا أنه قيادة محبوب، وفي نفس الوقت يتردد اسمه بين أصحاب النفوس الضعيفة أو المجرمين أيضا بلغة القاسية، بلغة الصرامة، بلغة القيادة، أنه بيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه فعل الجريمة أو التهديد أو اصطناع جريمة أو تخطيط للجريمة. اللواء محمد عمار لم تأتي الثقة فيه من وزير الداخلية من عبس، ولكن اللواء محمد عمار ترك بصمات عديدة في محافظات عديدة، وهذا الأمر الواقع مثبت على أرض الواقع، ليس كلام أو حديث أعداد أو جلسات، ولكن التاريخ مثبت بالأوراق والملفات. لواء محمد عمار قيادة متميزة، نتمنى له مزيد من التوفيق ومزيد من النجاح ومزيد من الأمن داخل وسط الدلتا، لأنه صاحب رؤية ثاقبة وصاحب رؤية واضحة وصاحب تخطيط سليم في فك ألغاز العديد من القضايا. اللواء محمد عمار لا نقدر أن نقول إلا شكرا سيادة اللواء محمد عمار على دعمك للأمن داخل كل كيان عملت به، وهذا ما لمسته بنفسي، وهذا ما لمسه المواطن، وهذا ما سمعته من المواطن، وهذا ما رأيته رأي العين. شكرا سيادة اللواء محمد عمار، أعانك الله على المسؤولية، نعلم أنها مسؤولية شديدة لكن أنت أهل لها إن شاء الله. ولا يجب أن نترك محافظة البحيرة إلا ونتحدث عن السيد اللواء محمود عبد التواب محمود علي هويدي مدير أمن البحيرة، الذي جاء خلفا للواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة السابق. اللواء محمود هويدي شغل عدة مناصب أمنية، منها نائب مدير أمن البحيرة قبل ترقيته مديرا لأمن ذات المديرية، وتم تعيينه رئيسا لمكافحة الآداب بمديرية أمن الجيزة، ثم تولى مناصب عديدة في مديرية أمن الجيزة حيث كان رئيسا لمكافحة الآداب، كما شغل منصب رئيس قطاع التحريات بمديرية أمن الجيزة، ثم نائب مدير الأمن بالبحيرة، إلى أن تم ترقيته في حركة تنقلات الشرطة 2023 مديرا لأمن البحيرة. هذا وجاءت ترقيات ضباط الشرطة في 2023 بالعديد من الكفاءات المتميزة، القيادات المتميزة التي تعتبر قدوة للمواطن المصري وقدوة للشباب المصري قبل أن تكون قدوة لشباب ضباط وزارة الداخلية. وإذا تحدثنا عن مديرية أمن البحيرة لا يجب أن نغلق الصفحات لكتاب مديرية أمن البحيرة إلا بعد أن نتحدث على سيادة العميد أحمد السكران. وعندما نتكلم ونتحدث عن العميد أحمد السكران لابد أن نعطي التحية، لأن هذا الشخص وهذا الرجل وهذه القيادة فعلا قيادة متميزة، وهذا ليس بقولي فقط أو حديثي فقط، لكن ده هذا الحديث ببصمة من سيادة رئيس الجمهورية وبصمة من أنواط التميز والامتياز، لأن العميد أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة تم منحه من رئيس الجمهورية وهو رئيس البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، تم منحه نوط الامتياز عام 2021، حيث أنه في هذا التاريخ قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتسليم نوط الامتياز من الطبقة الثانية ممنوح من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى العقيد أحمد الشحات عبد الحميد سكران رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة غرب مديرية أمن كفر الشيخ وقتها، وذلك لتميزه وتقديره في أداء عمله. كما قدمت قيادات مديرية أمن كفر الشيخ وقتها سنة عام 2021
برئاسة اللواء خالد العزب مساعد الوزير الأمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والعميد ياسر عبد الرحمن رئيس مباحث المديرية. الشكر لرئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة غرب على تفانيه وإخلاصه. ومن هنا إذا تحدثنا عن العميد أحمد السكران لابد أن نذكر هذه المميزات، لأنه ليس كل يوم ينال قيادة نوط الامتياز من الطبقة الثانية داخل أي دولاب من دواليب عمل الحكومة أو هيئة من هيئات عمل الحكومة، ولكن هذه القيادة أو هذا الرجل أو هذا الشجاع أو هذا البطل فعلا رجل بطل، رجل حصل على نوط الامتياز بناء عن عمل، بناء عن تفاني، بناء عن اجتهاد، بناء عن جد، بناء عن تميز. ولهذا نشكر السيد العميد أحمد سكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، ونتمنى له مزيد التوفيق ومزيد النجاح. وإذا كان حصل على نوط الامتياز من الطبقة الثانية سابقا، نتمنى له الحصول عليه ثالثا ورابعا وخامسا إن شاء الله. العميد أحمد السكران رجل متميز ورجل لا يقال إلا كل طيب عنه، كل كلمات طيبة وكل أقوال تدل عن الشجاعة والتفاني والمقدام في العمل. حل ألغاز العديد من القضايا، حل ألغاز العديد من الجرائم التي فشل فيها آخرين. ومن هنا إذا كنا تحدثنا عن مديرية أمن البحيرة بما لها من إنجازات وما لها من إنجازات داخل قيادات مديرية أمن البحيرة، نكون قد ختمنا حلقتنا اليوم بهذا القدر من القيادات والتميز. ونتمنى أن يكون قيادات مديرية أمن البحيرة المتميزين قدوة ومثل لباقي قيادات مديرية الأمن من شباب ضباط الشرطة الذين هم يتميزون في التفاني والعمل، ونتمنى لهم مزيد من النجاح. ومن هنا ومن منبر برنامجكم غرفة العمليات نشكر كل قيادة، كل قيادة أمنية تقدم روحها وفدائها للوطن. الوطنية ليست كلمة، الوطنية انتماء، الوطنية تفاني، الوطنية إخلاص، الوطنية تقديم الروح فداء الوطن. نتمنى لكل قيادة تخدم من أبناء الوطن التميز والنجاح ودوام الصحة والعافية، لأنهم هم درع مصر الداخلي، هم حماة الوطن داخليا، هم أفضل من يقول لهم أو من يقال لهم تحيا مصر بقيادات وزارة الداخلية. ومن هنا تحيا مصر برئيسها العظيم وبجيشها العظيم وبمؤسستها العظيمة وبوزارة الداخلية ورجال الشرطة العظماء. تحيا مصر. وكان معكم عربي عيسى في برنامجكم غرفة العمليات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.